به أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سعلي مرابط أو الملقب بعلي المرابطي ابن أبي لوتار ذاق ذرعا ببلاد الهوها وقرر المغادرة باش يعيش حياة كريمة وسعيدة في دولة متقدمة وما فيهاش اغتيال سياسي كما دولة مالي الشقيقة. واليوم وبعد اللجوء السياسي المفاجئ اللي منحته دولة مالي المسالمة للمناضل علي مرابط، قررت أني نتصل بكم من خلال هلوين خلطنا. خلينا نشوفه مع بعضنا وين خلطنا. نحب اليوم نحكي لكم حكاية سنوت. سنوت دولة في أقصى شمال إفريقيا مجاورة لدولة مالي الوطن الجديد لعلي مرابط ابن أبي لوتار. في الدولة هذه كان ثم زعيم اسمه الحبيب بورقيبة. الزعيم هذايا في آخر حياته دخل بعضه شوية وحط زين العابدين بن علي وزير للداخلية. بن علي قلب الطرح وفيسع فيسع ولا رئيس وزراء. من بعد قلب الطرح على بورقيبة ولا رئيس دولة. بعد ويش و23 سنة قامت ثورة، وبعد ويش و23 من على شنو عملوا انتخابات وحطوا علي العريض وزير داخلية. وبعد الرش والكش والكلاش والكرافاش قلب الطرح ولا رئيس وزراء، يا ربي تستر يولي شي رئيس دولة. ياخي البلاد هذه مكتوب عليها ما يحكمها كان واحد تتقاطر يداه دما، وفي نفس الوقت شكون قتل شكري بالعيد؟